الحمد لله الذي خلق الأشياء كلها ما في السماوات والأرضين التي يحرض العقلاء على شكر نعم رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول العظيم الذي علمنا كثيرا من الأدعية الكريمة نشكر الله بها رب العالمين رب العرش العظيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المصلون إن الذين فيهم صفة الصبر والتوكل فلا شك أنهم يشكرون الله في كل حال وفي الإجابة على أنه كيف حالهم يقولون الحمد لله على كل حال حتى ولو كانوا في المصائب والأبال والحق أن الشكر صفة عظيمة وخصلة كريمة يطمئن بها قلوب الإنسان في كل حال فالشكر بنفسه نعمة نبيلة من الله ذي الجلال قد استعمل الرب تبارك وتعالى كلمة الشكر وما يشتق منها في القرآن الكريم 70 مرة استعملها ما يقابل الكفران فقال رب جل وعز من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهنالك الأحاديث الكثيرة تدل على فضائل شكر الله النبيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فعلينا أن نكون شاكرين له في كل أحوالنا قد استعمل الله تبارك وتعالى كلمة الشكر لنفسه فقال وكان الله شاكرا عليما وقال عز وجل إن الله غفور شكور وقال سبحانه وتعالى والله شكور حليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، اللهم اشف عمتك يا رب العالمين، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، أقيم الصلاة.